بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. لومي أب شعبان ينازلنا ناب رمضان وننا تقاربنا ينازلنا انت خونقن ازي شعبان ازيس فلي زخون عبادة دسر حلو اللو ديو زخون قيقاتات كسوتر زخون أب أسلام زفوت سمو ومسن سنة النبي صلى الله عليه وسلم زيك أدو ألو دو نزبل نعو كنرينا مالتيو. أولا الله عز وجل أب قرآن تايبل وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكره، زي أب سورة فرقان مبل سوسان كلتن آيال لو مالتيو. يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل الليل والنهار خلفة، ليتن معلتن نن حد حدو مالت زي الرخاخب زخوني حادن اتحاد زتكو زخوني الله سبحانه وتعالى غيرو مالتيو. يذهب أحدهما فيخلفه الآخر خلفة، تحاد خيد كله اتحاد يمتز مالتيو. هكذا أبدا لا يجتمعان كلتين بحنساب بحاد جيزي أي الرخبانين مالتيو، ولا يرتفعان كلتي أنوين بحادة جزيد ماني أي العلانين. إذي عينة إذي جزي كحلف كله ليتي كترخ كآير كله انتايو انتدائلنا لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، أي لرب سبحانه وتعالى، أي لمن أراد أن يتذكر بهما ويعتبر. عبي عبران بري عبي تمرتي عبي فأيدينا نرخبو اللو مالتيو. تمالي مسانز نورو جزية تن رب سبحانه وتعالى زوسن اللهم وديهم حليفه مالو حدش ولده تتكئ له تمالي دي سرحنايو لومي نخنسرح عدل توهبنا لنا نجهو أو دل كايو زنبركا حليفه كاز نبر حجي تقوي خادماني أمشد ما نخسرحو. إذي الله سبحانه وتعالى ليتن معلتن خلفا جيرو تحدن تحد زتك جيرو، ولله الحمد رب سبحانه وتعالى كبتهم اعتبار تقبرو ربي كباتهم يقبرنا. أب حديث الذي أخرجه الإمام النسائي في سننه عن أسامة ابن زيد قال أسامة ابن زيد نرسول عليه الصلاة والسلام حد وان كم زيلوم تايلوم يا رسول الله لوم لم أراك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان كم زي أب شعبان ببزح تتصوم كاب أوارح سني أي رأخون أب شعبان يخم زيادة كتصوم زريئكم انتاي تحيك ماناتو ناي شعبان إلو حاتيتوم نرسول عليه الصلاة والسلام إلو من النبي عليه الصلاة والسلام ذلك شهر إزوار حزيدو إزي شعبان إزي بزوح دو تصوم اللو تري أنزلخا شهر يغفل الناس عنه سبات بزوح جزي دزنقعلو غفلة دبزحالو سلزقانئيو بين رجب ورمضان أمونغو رجب رمضان زركب إذا شعبان زي بزحات سبات غفلة زقبر لسلزقون أمود ماني وهو شهر ترفع فيه الأعمال ناب رب سبحانه وتعالى دماني زعار قولو تقبارت نيدك سبات ورحي إذ ورحي زي إلمو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم أنا دمانيت أيما إن كله تكباراتينا برب سبحانه وتعالى نخعر جيز فتو إلى مو النبي عليه الصلاة والسلام. بزعبازي أملكتو الإمام ابن رجب رحمة الله عليه إذي تاريخنا تون كنتاتون تدارينا كبتم عبيتي الراسخين بالعلم زبهالو كبعاتهم يو انتهي بل بزعب هذه حديثة زي أمل كتو كبزة حديثة زي بزوح فوائدنا نركبه بل أحدهما أنه شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان كم زي رسول عليه الصلاة والسلام زبولو غفلة زركبه ليو سباتي زنقو عيلو مهنياتو أنه لما اكتنفه شهران عاثمان مهنياتو زي شعبان زي كلت عبيت أوار حمانقو سلزلو أمو سبات نتخلت تأوارح نعو أقالو بغيرهم أمزي دزنقو علو سلزخون إيبل مغنياتو شهر رجب كابتن شهر الحرمية حانتي كابتن شهر رجبي
الأشهر الحرم زبهالا أربعة اللوانا مالتين تسنسلست بحسب تقاتاتيلن زخدائن مالتي إذا شهر رجب دماني نبينا زلا مالتي شهر رجب كابتن أشهر الحرم شهر رمضان دماني شهر عظيم ولذلك بزوح جزي سبات غفلة سلزقبرلو أمو وفيه دليل على استحباب عمارة أوقات غفلة الناس بالطاعة دك سبات تدع بزوح زنقع له خيرهم مو أبتي سبات زنقع له عبادة نخد قبر كل خادماني إزي اتزبلت أن فتون يمالتيو كما كان طائفة من السلف قال كابس قدام الزنبورو سبات كزنقع سبات غفلة أن تدع جيرهم أبتي جزيتي عباداتات يبزحنيرهم كابزي بمرد إمالتيو ثم قال رحمه الله وفي إحياء الوقت المغفول عنه بالطاعة فوائد أبتي سبات بزنقعولو غفلة زقبرلو أبو عبادة مزوتار بزح فوائد زلويبل أولا فائدة أنه يكون أخفى حبو يخون لك سبات أبكالي أمزلو شغل كالي لما لو نسخاب عبادة خد كون كالخا زيادة إخلاص اللو مغنياتو أي تفلت إني خيلو ولا سيما أتي نوافل عبادات كلها جزية مستر كخون سبات زي فلوت وعمون قخان عمون قربنت راح كخون عبادة زي تزبلت أمالتي بجيك كخان ربن زي فلوت وكالي بجيك بجيك كسخان ربن فلوت وعبادة كلوكا زي تمرجي إخفاء الأعمال مالتي ولذلك كبرياء بعيد خون مالتي ولذلك قدامو زنبورو أعمال ناتاتهم نيبحق سبكريو أيدلينهم مخنياتو نيرب سبحانه وتعالى على مالت طاعة سلزدليو إخلاص سلزدليو سب كيف لطم بمستر دسرحو سنعي تكبارات بزوحينيرو قال لي بحال كابتن قدامو الزنبورو عبيتي كابتن سلفون الصالح كاب قوزو خوات سخولو قرس حيزو يوات مالتيو باني قال لي ويتزبلع راقف حيزو يخيد مالتيو حجي أربعة عمز أكل كاب جزاه وات خلوا ما نم سب عيفلوت أن صدرو عيفلوت أن تاب تابلع حزوا وات أبشوق مسكرين توم فقراء يهبون مالتيو أبشوق زلوا عيفلوت وانيوم أي مخمز زلوا نسجنت أي ميوع المالتيو حجي أبشوق زلوا دبل أي مسلم أب جزاه دماني كرس حزس لازم خد دماني أفتير زوا عليه مسلم مشت مات دماني يفتر يبلع نيرو مالتيو ولا حد خيفلوت خمز أكل أربعة عمد ما نم سب عيفلوت أم النيرو سلزي أعمالنا خفي قون حبوك قون تزبلت اي مالتي ولذلك ابن مسعود كابتن عبيت صحابه انتي بالنيرو حدث متراص اي ملوسني ندق سبات كفلت ام يبلو من بل كحبو يزلو تخمد صوم يبل حتى انتي بالنيرو اذا اصبحتم صياما فاصبحوا مدهنين يبل مالتي صوم سب كل غزي نايد خاملك تجلس لزر ايو انتي صومنياتا تعلقكم كنكم سني غزكم كمود ماني زيت جبر بالكات مالها خايب النيرو مالتي انت داخل كا مالت كم دصوم كا سبات نخيفل تخ مالتي ولذلك قتاداون كم يبل نيرو يستحب للصائم ان يدهن حتى تذهب عنه غبرة الصائم تنيت وما يملك زلوم انتن كلقلو يبل نيرو مالتي زي حادي ابت غفلة زلو سبات عبادة خاتزوتر زيتي فتوي مالتيو كمود ماني بخلاي درجة يبل ابن رجب رحمة الله عليه نمنتائب شهر شعبان زي فولوي كوين دولو فتو كوين دولو أنه أشق على النفوس مخنياتو ننفسخا يخبدك دك سبات عب غفلة خلو خلو عب عبادة زلو بوتان ترع خوينو سبات عبادة بزوح انترع يسر حلو انترع خوينهم زي انتاي خوني مالتيو مساعتهم حتى خطابة بعيخا لكن سبات كلها توم زنجيعهم كله ونسخة عبادة نخد كبر زيب تعمل تنفسي يخب دائما لتي ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما بتي حديث قال علماء يضعفوا قال يوم دماني سحيزوا بلو للعامل منهم أجر خمسين منكم إنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون لهم مالت جزيخ متسيو كبيد زخونا جزي إلهم النبي عليه الصلاة والسلام تي ناتاتهم ساتهم دسرحوا نحادة سب سنة كندني حمسة سب أجري ناتاتكم زخوون إلهم يا رسول الله حمسة ناتنا ديس ولا حمسة ناتهم مسولهم لا حمسة ناتكم نحادة سب أبتقزيت دسرحوا كندناتكم نحمسة أجر اللو إلهم نمنتائي مسولوهم
مغلياتو إنكم تجدون على الخير أعوان سخاتكم تحجزكم نبخير تسرح قلي جزء زلكم ونا خير جزء إزلو تجزء لكن سب قفلاز قبر له أب زنق عز له سلزخون أب جززي بزح عجري الله ملهم بار بزي أمالتيو أب شهر شعبان دسوم سنة قبرتات بزح عجري الله مالتيو هو شهر كم النبي عليه الصلاة والسلام زملو ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين نب رب سبحانه وتعالى زعرق أعمال سلزخونة مالتي طبعا أعمال نيدك سبات بزوح جزية مالت أبو السن جزيتات نبرب سبحانه وتعالى زبت حلو أما عالتاوي نبرب زعر قالو أعمال مالتي بين الصبح والعصر مالتي كمتي أب رواية البخاري ومسلم زلو النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وبالنهار لهم أب ليتن كترن ملائكة دكايرو ألوي لهم تم هذا أب عصر يموتوا ثم أب عصر زنبورو يعرقو دحرمة أب فجر دماني يموتوا أمونجو عصر فجر ملائكة تاتك أيرويلهم حتى ربنا سبحانه وتعالى وهو أعلم كم يقدفكم من بارو تيبل صلاة العصر داسقدو قدفنا يوم يبلو ثم فجر زخادو دما كم يقدفكم من مسولهم صلاة الفجر داسقدو قدفنا يوم يبلو مالتهم إذن ترفع الأعمال إلى الله عز وجل قال أي دماني رفع أسبوع له سمناود من رب سبحانه وتعالى أعمال يعرق فيما في رواية الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن أبي هريرة أيضا انتهى لمن النبي عليه الصلاة والسلام إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة له كل جزي ليلة الجمعة يوم الخميس نبربي أعمال يعرق لهم فلا يقبل عمل قاطع عبز جزيزي عمل قاطع سلة الرحم زي بس حزقون زي سرحو أي عرقني لهم النبي عليه الصلاة والسلام عام تاوز عرقل دم إذا حدث زي أحز دازلنا النبي عليه الصلاة والسلام أب شعبان نمن تايد أخون ببزحة تصوموا إلى مستحتته ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان لهم وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين رب زعرقل ورحئيو زي شهر شعبان إلهم مالته فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم صائم خلقنا بربي عملي كعرقي زدلي إلهم النبي عليه الصلاة والسلام إذي بزيادة وين أسفح كخقل زقبؤون أي فضائل كابتن أي شهر شعبان ألو أنت خونقين جيغاتات زركب أبزي شعبان إذي أنت إنترايلك إحياء بعض الناس لليلة النصف من شعبان إذا علت عصر تحمشتنا شعبان إذا أبلستي أتباهيلو زنقرالو كل تأحاديث محققين مسرعيو ضعيفيو ناب رسول عليه الصلاة والسلام دبت سحلا صحابة يخونو كومو النبينا محمد عليه الصلاة والسلام إذا ناي عصر تحمشت شعبان إحياء جيروم فولي جيروم عبادة قبر الله نيروم زبهال أب رسول عليه الصلاة والسلام كمونا بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم زدت محلالة فئيلا ولذلك خير الهادي هادي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تزبال تسألماني من قد إقرين أي رسول يخاخد كتل زلكا ما دام النبي عليه الصلاة والسلام أي قبورون أي أززون صحابة ما تنبلوس أزخنون أي قبورون استقبارزي كابزي ترحقايو تزبال تسألماليتيو مخنياتو النبي عليه الصلاة والسلام دخون يخون سراحات دخون يخون تقبارات نحنا دي أززنا أنت الأسري حد سرحو بات اللي زخون ويدماني تقبل النت يبلون لهم النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك ما دام النبي عليه الصلاة والسلام أي قبرون أبزي ورحزي ويدماني أبزا على عصر تحمشتنا شعبان فلي زخون عبادة زقبر سلزيلو كابزي رحكا انتايد آني إذي شعبان إذي النبي عليه الصلاة والسلام ترفع فيه الأعمال زوال وسلة زخونة أمو سناي قبرتات كتقبر كيف لخا مع التمالتي وعلى عصر تحمشت كيبلكا أبزي شعبان زي صيام كتب الزح كومو دماني أعمال الخير كتقبر مهنياتو ترفع فيه الأعمال لهم النبي عليه الصلاة والسلام إذي يتي كخون دلو كم تارسل عليه الصلاة والسلام دتصوموها كومينا كتصوم زلنا مالتي ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وصلى الله وسلم على نبينا محمد.